كعادته في استحداث الأساليب الجذابة للمعرفة وتشجيع الشباب والمشاركة معهم في الأفكار الإيجابية. نجح الدكتور والكاتب أحمد العرفش في لفت الأنظار نحو المبادرة الثقافية الرياضية التي ينظمها فريق أكتيفيتي لتوعية المجتمع بأهمية رياضة المشي، والذي يشرف عليها شباب مولعين بالرياضة والصحة. الفريق اللي أسسه الأستاذ المهندس سهيل باظبي، والمشي طبعا نمشي كل يوم احنا، بس المشي الجماعي مرة في الشهر اسمه المشي مع العرفج. المشي مع العرفج يختلف عن الأيام العادية من ناحيتين، أول شيء أنه في كلمة في آخر اللقاء عن موضوع معين نحدده، وأيضا في كتاب مسموع نقرره خلال الشهر نمشي معه. يعني الأسبوع هذا للشهر هذا حيكون المشي كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، الكلمة حتكون حول الموضوع، والكتاب المسموع أيضا 8 ساعات تحطي بإذنك وانت تمشي. في البداية بدأنا من قرابة 2 سنين، الحمد لله تبارك الله بدأنا من قرابة 4 أشخاص. اليوم زي انتم شايفين أكثر من 40 شخص بيشاركنا تمرين في برنامج عندنا اسمه برنامج التحدي، شاركنا فيه أكثر من 150 شخص. نحن دائما نهدف أنه نحن ننشر الرياضة، فحطينا في الرياضة شيء إضافي إنه نحن بننشر الرياضة مع الثقافة. المبادرة التي تنطلق مرة واحدة كل شهر اختارت هذه المرة ممشى الرحابة بجدة في استغلال جميل لتحسن الطقس، والهدف كان إيصال رسالة للمجتمع عن فائدة هذه الرياضة الخفيفة في صحة الإنسان. الجولة رافقها حالة ثقافية من خلال استثمار اختيار الدكتور العرفج لكتاب كيف تكسب الأصدقاء، ليكون رفيق الجميع في جولتهم الرياضية التي جمعت ما يقارب 200 شخص من كل فئات المجتمع. أنا صراحة تغيرت حياتي كلها، يعني كنت أعاني بصراحة في السمنة، من ناحية اللبس، من ناحية الأكل، من ناحية النوم، دحين تغيرت حياتي كلها من جديد. يعني لك أنت تتخيل إني كنت ألبس ملابس كبيرة، دحين ألبس ملابس صغيرة. إن شاء الله مرة صراحة مشروع مرة حلو، وأحس يدعم الجانب الثقافي والجانب الرياضي، فعشان كذا أنا حبيت إني أشارك مع مشي مع العرفج. طبعا أنا أول مرة أشارك مع الفريق هذا، وأنا مرة معجب في الفريق هذا، وصراحة تحمست بس كلمني رئيس المجموعة سهل، تواجدت معهم صراحة شفت إنه الرياضة مفيدة للجسم بشكل عام وكمان للعقل يعني، وإن شاء الله يكون وجودي يحمس الثانيين اللي يشوفنا في البيت، يشوفنا عن طريق السوشيال ميديا، يتحمس ويجي ويكون يهتم بجسمه إن شاء الله. وكالعادة في ختام كل جولة يجتمع الفريق مع الدكتور العرفج لمناقشة الجولة وتبادل الآراء، وهذا ما تعززه المبادرة في توسيع مدارك العقل لخلق الأفكار الإبداعية. لبرنامج سيدتي هذا الشاطئ.